عندنا سيزر سالاد بالرنجه. حد هيقول لي طب معقوله تليق؟ الحقيقه صوص السيزر بيليق جدا مع كل حاجه السيفود، يعني نفس السلطه دي لو عملناها بالرنجه او بالجمبري او بالانشوجه او بالسمك او بالكلاماري هتطلع جميله جدا جدا. تعالوا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. عندنا 500 جرام رنجه فيليه مقطعينها مكعبات، وعندنا كوبايه طماطم تشيري مقطعينها انصاص، كابوتشا قطعناها وفردناها في الطبق عشان نرص السلطه، وعندنا اي توست تحمصوه في الفرن او اي مقرمشات من الجاهزه دي تنفع برضو ان احنا نستخدمها. هاتوا حاجه نكهتها مناسبه، انا مستخدمه بالزعتر والليمون فهتليق جدا على طعم صوص السيزر. عندنا كمان جبنه بارميزان. الصوص بقى نفسه هنحتاج له كوبايه مايونيز، معلقه كبيره مستردة، وربع كوبايه عصير ليمون، وفصين ثوم، واربع شرايح انشوجه، معلقتين كبار جبنه بارميزان مبشوره، ملح وفلفل اسود، ونبدا شغل. عندي هنا الخلاط هضرب فيه كل مكونات الصوص، هيبقى رائع. ادي عصير الليمون، الثوم، الانشوجه، والانشوجه اساسي في صوص السيزر ده، مش حاجه انا مخترعاها يعني، انتوا بس ما بتحسوش بطعمها لكن هي اساسيه فيه. المايونيز، الجبنه البارميزان، صوص المستردة، لو حد بيستغل الجبنه البارميزان في جبنه تانية اسمها جرانا بادانو تنفع نستخدمها بديل عنه ومفيش مشكله، هيدينا برضو طعم جميل. وادي الملح والفلفل، بنراعي الملح عشان احنا عندنا هنا كذا حاجه مملحه، عصير الليمون بيدي حدوء، او عندنا انشوجه فناخد بالنا، لكن فلفل اسود بقى لا براحتكم، حطوا بيدي طعم رائع لصوص السيزر. وانا هحط سنه صغيره ملح، نضرب، بحب اشوف القوام بتاعه عامل ازاي عشان لو محتاج اخففه بخففه شويه، بس هو الحقيقه ممتاز. انا ممكن بس احط له شويه ميه، انا دايما بخففه بشويه ميه او شويه لبن او شويه عصير ليمون، كلهم ينفعوا. ليه ببقى عايزه اخفه شويه؟ عشان اعرف اوزعه على السلطه براحتي ما يبقاش كتل كبيره. انا هحط شويه ميه صغيرين، مش تفرق اطلاقا في الطعم، مش هتاثر عليه خالص، ما تقلقوش. ممكن زي ما قلت لكم لبن او لبن رايب حتى، او عصير ليمون لو انتوا عايزين زياده. كده عملنا الصوص، خليني اشيل الحاجات الفاضيه دي كلها واجي اكمل معاكم السلطه. طيب الصوص اتعمل وجاهز، عايزين بقى نكمل رص طبق السلطه. احنا مبدئيا قطعنا الخس، ودايما في وصفات زي دي ما بنقطعش الخس قطع صغيره قوي عشان ما يتبلش مننا بسرعه ويتهري مننا بسرعه، وبيبقى ساعتها مش الطف حاجه خالص، مش حلوه كده. وممكن خس البلدي بتاعنا، هي اصلا السيزر سالاد بتتعمل بخس اسمه الرومين اللي هو زي الخس البلدي بتاعنا، او هو الخس البلدي بتاعنا. فلو عندكم خس بلدي وعايزين تستخدموه عادي جدا، مش لازم ابدا كابوتشا. حطينا طبقه من الخس، هحط بعديها، انا بحب، انا عارفه انها مش من مكونات السيزر سالاد بس انا بحبها معاها قوي، الطماطم التشيري، بحب اوزعها في كل مكان، بتكسر اللون وبتدي كده بعد تاني للطعم انا بحبه جدا جدا، فعشان كده دايما بضيف لها الطماطم التشيري الانصاف شويه كده على الوش، بيفرقوا معايا قوي في شكلها وطعمها وتركيبه نكهاتها كمان، بيخلوها احلى كتير. بحب اوزعها كده بحيث تبان على الاطراف. يلا بقى عندنا طماطم تشيري في كل حته، شكلها جميل وكسرت اللون.
نيجي بعد كده طبقة المقرمشات اللي هتدي القرمشة للسلطة دي. طبعا توست محمص، فينو محمص، بينفع كل ده، مفيش مشاكل خالص، بس انا بلاقي الجاهزة دي لطيفة الصراحة وبتوفر لنا وقت وجهد، فبستخدمها وبحب طعمها كمان مع السلطة، بتديها طعم جميل. فيها كمان اختيارات لنكهات كتير بتظبط قوي مع السلطة. نوزع على الوش. ده طبق الرص فيه مهم قوي لانه بسيط ومكوناته هيخليها احلى بكتير انها تترص بشكل حلو، فعشان كده بنهتم بتقديمه قوي. ماشي، الرنجة مكعبات رنجة على الوش. طبعا تقدروا تعملوا الرنجة بتاعتكم فلي او تجيبوها فلي جاهزة، كل السوبر ماركتس الكبيرة بقت بتباعها دلوقتي، فبراحتكم. طبعا انا بحب احط فيها رنجة كتير عشان يعني تبقى وجبة محترمة كده جنب الاكل، او طبق جانبي محترم ما تبقاش بس سلطة. اتأكد ان كل الاماكن فيها كل المكونات تمام. نوزع حلو قوي، تأكدوا بس من كل الأماكن مليانة. وطبعا ده كده خلاص ما بقاش طبق سلطة الصراحة، ده بقى وجبة كاملة متكاملة فيها خضار وبروتين ونشويات وكل حاجة يعني. فأنا ده بالنسبة لي غدا يعني، ممكن أتغدى كده ما عنديش مشاكل خالص بالعكس. وبعد كده عندنا صوص السيزر. هناخد الصوص ونبدأ نوزع على السلطة. أنا بوزع شوية صغيرين وبسيب شوية بقية الكمية للتقديم مع السلطة. بمعنى ايه؟ بكون مجهزة كده صوصيرة، هقوم حاطة فيها كل بقية الصوص بتاعي. يلا بينا. وكده نبقى عملنا السيزر، ناقصها حاجة واحدة بس، ان انا اقطع على وشها شرايح من جبنة البارميزان. امسح بس هنا ووريكم واحدة ونطلع الفصل على طول. كل اللي هعمله اني هاخد الجبنة بالشكل ده اهي، يا اما بمقشرة يا اما بسكينة حامية حسب بقى انا وايدي عاملة ازاي. هقطع منها شرايح كده رفيعة خالص خالص، تعرفوا تعملوا ده بايديكوا اوكي، عايزين تعملوه بمقشرة اوكي، المهم ان النتيجة تبقى مظبوطة. قبل ما انا اعمل ده هتطلعوا فاصل صغير جدا، ولما نرجع نوزع الجبنة دي على السلطة ونشوف اخر وصفة معانا مستنياكم.